هذا البرنامج برعاية جولدينا زيت نجمة وفانواز. مرحبا بكم في هبيرة وعرس هبيرة. وقف قاد كرهبته وديريكت حب يحضر على العرس. رجال ونساء كبار وصغار الكل جاوا باش يحضروا العرس. الناس كل تتعاون. وقاد لبس طبليته ويخمم زعما ينجم روحه اليوم. خرج فيسع من الباتوار باش يحضر على وصول الكسكسي. كالعادة الناس كل تعاون. علو شاخر وصل أما مسكين قاعد يغزر القصان الحم. حتى قاد باهت في عجب ربي. أما ما فيها بأس خلينا نعاون. برشا قالوا له الجبة واتاتك يا آد. اللحم تقص والغناء بدا والتطيب بدا وبدا كسكسي هبيرة. لحوات وخمسة وخميس وتخليط الكسكسي وقاد يتعلم طريقة جديدة. وفاح فلفل طماطم فلفل كحل زيت نجمة هكا خلط هكا والحركة فيها بركة. فوح الكسكسي وتحطت المرقة وتوكلنا على الله. كالعادة قاد ما فوتش الفرصة منه يتعلم ومنه يساعد.
هاي الصوص حضرت وبدأ أدي خلط. الصوص تعمل كيف؟ قعد وقيت كبير هو يخلط وفهمته المرأة اللي لازم الكسكسي يشرب المرقة شوية شوية. ها والكسكسي قريب يحضر وقيت باش يبدل دبشو وش قال لولا مش تتعطى الآد. كسكسي كبيرة ولحمة بنينة. وقبل ما يقصد ربي قال لازمني نتعلم حاجة جديدة، نحب نتعلم كيفاش يتعمل العصبان من تقطق. السلام عليكم. أنا كنا تعمل التاي أنا كنا ها في المرقة تغلي والقصان طريف طريف. شريك له الأصبان مش نعمل دوارة كمان نعمل الأصبان نعمل معنا الأصبان طبعا نعمل الأصبان نفوحوه ورجلوه شو فما فما الحم وكبدة والقلب والرية الرورية واللية بتاع العلوش ونعملهم وخلطهم وفوحهم ونعملهم بزيت النجمة ونفوحهم بالفاح والفلفل والطماطم والهريسة حمراء باش يجي الدورة تجي فاوحة والحشيش ونعصب لهم ونولد الدورة ونعصب لهم نجم نعونك؟ اي عاوني طبعا كيف باش نشدوا نقصوا الأصبات باش نولدوا الكرشة هذه تتولد خذها باش نقصوا ذيك قصها بعد ما قصها هكا شنو هذه هذه كرشة العلوش نعملها قصها هكا نظفناها ذيك كيفاش من بعد قصها هكا صغيره طبعا نستوها هكا ديما نميل نميل النحو للبلا هذه تقليدية للمارياج؟ اي نعملها بعد نعصبها بالحشيش وبال
فلفل في التقليدية في العراس نعملوا هذية ونعملوا في النجاحات وفي الصبة وفي اللمة وفي كل شيء. طب قصينا هذية باش نوضعها من بعد العروسة تاب الفلا هذي؟ ايه يعني نعملوا العصباء في العراس ديما نطيب العصباء نعملوا بعد نولدوها كما هكا ديما نتبعوا الميل باش تجي الكعبة باهية. نعملوا هكا الدورة نولدوها باش تولي لنا الكعبة بعد كبيرة وتجينا بنينة. شوي نجدها بشوي بالظهر نطبعها. الحكاية مش سهلة يا أد. هكاك. أما ما يصعب عليه شيء. من ايش نحلوها هكا نشدوها هكا نلقوها هي مايلة على جنب. تبع جنب البلاصه اللي تبدا مايله باش العصبه لها بعد تجينا مستويه. ايوا شفت كيف احنا نعملوا العصبه برشا نعملوا حتى بالاربع دواور بالخمسه دواور بالسته ونص حتى عشر دواور في العراس. نعملوا عرسنا نجيب العصبان واللحم نعملوا اللحم العلوش والعصبان نطبع هذه وحلت هذيك غادي خذ هذه أنا حليت عايش عايش نجم ذوق كل هذا ما يفلت شيء ثوم وتابل وكروية خلطها فلفل أكحل نهار صعب المهرس نعملها هكا بالمهرس بعدش نحطو النعناع حشيش واو صبور حشيش خلي معاهم خلي هات الملاحة هذا نحطو قمح يابس الملح نرحوه نفلقوه كيف هيك نعملوه برغل خاصة للدواور هذا ويجو تحب لك عام هكا يا إيد باش تعمل عصبانة واحدة هاي هاي طريقة أسهل لك وقيت باش يمشي لبلاد جديدة وكل جينا في بلاصة أخرى أما كسكسي عبيرة يعمل كيف
كسكسي.